مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال، مساء الفرح. شو اخباركم؟ شكرا لكل القلوب، شكرا لكل كلام الجميل. اليوم عندنا اشياء نبدأ فيها، وبعدين بناخذ جست. اول شيء ابغى اقول لكم اياه، ما اعرف اذا نزل الموضوع على الانستغرام ولا لا. شلون اشوف انستغرامي؟ لحظه، المفروض نزل، خلينا نشيك. اوكي، والموضوع اللي كلمتكم عنه امس اللي هو موضوع المشاريع، نبغى نتوسع في هذا الموضوع اكثر، لسه ما نزل في الانستغرام. اوكي، في خبر بكرة بالنسبة لي هو خبر مفرح. وأنا من جيت دبي ما شاء الله كل شوية في خبر مفرحة، فبكرة في خبر مفرح. محمد، أهلا، أهل العراق كلهم على رأسي، أنا أحب العراق وأهل العراق، شرفتوني. بكرة في خبر جيد جيد، خبر يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يكون يعني مؤثر للتنمية البشرية في الوطن العربي، يكون مفيد على كل الأصعدة. انتظروا الخبر، هذا أول شيء. الشيء الثاني، خلوني أرد على عبير. أمس كانت معانا في آخر البث، وحسب كلامها إنه كان جوالها ما أعرف ما في شحن، فما قدرت إنها تسمع جوابي، فأبغى أجاوب على عبير. فكنت أقول للعبير إنها كان عندها يعني هي عندها بزنس وعندها احتمال أفضل، اللي حضروا كارما الثراء يعرفون إيش نعني بالاحتمال الأفضل. فكنت أنا اقترحت عليها إنها هي تجمع ما بين الجزئين اللي هي متفوقة فيهم، اللي هي القيادة والإدارة، وموضوع الديزاين اللي هي قاعدة تسويه، الفاشن ديزاين اللي هي قاعدة تسويه. فاقترحت انها تجيب مجموعة من المصممات او المصممين وتكون قائد عليهم، بحيث انها تكون هي تعمل في احتمال الافضل وفي احتمالها الثاني مباشرة، باعتبار انها صار عندها خبرة في هذا المجال. هل دورة الفرح تعمل نقلة بحياتنا؟ شوفي، احنا خلنا نقول اشخاص عندهم فوضى مشاعر، عندهم لخبطة في مشاعرهم، يحضرون دورات تنظيف فتصير لهم قفزة. أوكي، تصير لهم قفزة، تخلص الدراما من حياتهم، تخلص اللخبطة من حياتهم، تخلص الفوضى من حياتهم، بس يبقون كأنهم مشاهدين، يبقون كأنهم خارج اللعبة. فدورة الفرح هي ترجعك للعبة وتفهمك اللعبة، هذه الفكرة. هي شوية فيها عمق، مو مرة مرة عميقة، بس يعني ما أبغى شخص ما عنده خلفية عن دوراتي، ما سبق أنه حضر أو نظف، أو يعني ما سبق أنه رتب الملفات اللي جواته، ولا سبق أنه كسر الصناديق، بعدين يحضر بعدين يشعر بخيبة أمل. يعني ما أبغى حد يشعر بخيبة أمل، لأن ممكن ما يفهم الكلام، ممكن ما يوصل لنتيجة في التطبيق. لكن صار شخص هو أصلاً مثلا حضر سول ديتوكس او التنفس او الموسيقى التحولية او الوعي الطفولي، كل اللي حضروا هذه الاشياء هم مستعدين انهم يحضرون الفرح، او يمكن حضروا في مكان ثاني مش بالضرورة عندي، بس انهم هم يحسون انهم على هذا المستوى. وش قلت وش افتح؟ احلام تقول لا مرة عميقة، ما شكلها حاضرة. وش قلت وش نفتح؟ الفرح. اوشي تقول رسائل الفرح، يلا نفتح رسائل الفرح. رسائل الفرح، مستعدين؟ رسائل الفرح، يلا خلنا نفتح رسائل الفرح. خلنا الآن نتخيل كيف العقل أو المادة مصممة لتمنعك من الفرح. نعم، لأنها تقاتل لكي تكون هي الأقوى، هي الأكثر حضورا، وهي الأكثر تأثيرا، وفي الغالب بسبب الفلاتر تفوز.
فكيف الشخص يصل إلى مرحلة أنه هو طوال الوقت يريد السعادة ويقاوم لأجل أن يحصل على هذه السعادة، ويقاوم لأجل أن يبقي هذه القيمة، ولا يفكر كيف هو يتخلص منها ويحصل على قيمة أعلى منها اللي هي قيمة الفرح، ويظن أن هذا ضعف وهو لا يعرف كيف يفرح. العقل مصمم، أنت أردت بعقلك أنك تحمي نفسك. تخيل أنك تطلع على جبل وتقف يعني مجتهد أنت، وتتسلق الجبل وتتسلق الجبل وتتسلق، وتقف وصلت الآن على قمة الجبل. الآن حان وقت القفزة العظمى، حان وقت القفزة أنك الآن تحصل على نتيجة هذا الجد واجتهاد، أنك انتقلت وحاولت واجتهدت من مرحلة لمرحلة وتسلقت الجبل. الآن أنت على حافة الجبل، على حافة النجاح، على حافة أنت في تمام الاستعداد، أنت على حافة أن يفتح لك باب ضخم وكبير. في هذه اللحظة كثير من الأشخاص يقفون على هذه القمة ويفكرون الآن سأقفز لأحلق، لكن ما يقدرون، ما يستطيعون، على حافة النجاح يسقطون، يتساقطون الناس في هذه الحافة أو في هذه القمة. ليش؟ إنه عقلهم وفلاترهم ومعتقداتهم تقاوم، وهم صمموا أنفسهم بأنهم يحمون أنفسهم من هذه القفزة، يحمون أنفسهم لأنهم سيقفزون ويسقطون، وما يستطيعون أنهم يرون أنهم سيقفزون ويحلقون، أو سيقفزون وتكون عندهم خيارات أخرى. فيفكر أنا كيف أحمي نفسي الآن، كيف أحمي نفسي الآن، يتوقف. الحل أنه يتوقف. من أبرز الرسائل اللي راح تظهر لك كرسائل تقول لك أنا أحتاج الفرح، ستوب سعادة، ستوب سعادة، ستوب، ما عاد يشتغل الموضوع. أنت في مرحلة طاقيا تؤهلك لتنتقل لمرحلة أعمق من طبقات الفرح. يكفي سعادة. على مستوى الأشخاص، قد يظهر في حياتك شخص لديه كل شيء، كل شيء، كل شيء مادي، لديه كل شيء مادي ويستخدم هذه الأشياء، لكنه تعيس. شفتوا ربة المنزل اللي عندها كل شيء، كل شيء، عايشة في قصر وعندها أطفال حلوين وعندها خدم وحشم وزوجها طيب وكويس، ويعني طلباتها أوامر وتنام متى ما تبغى وتصحى متى ما تبغى، وما عندها أي التزامات، تبغى تحضر الالتزامات الاجتماعية ولا تبغى ما تحضر، كل شيء أوكي، ما في أي شيء في الحياة يعني زي ما نقول قاعدة أو إلزام بالنسبة لها، عايشة يعني زي ما تبغى، ولا عندها، ما تفكر إنها هي تعمل أو تبذل جهد أو تتفكر أو تشغل فكرها، ما عندها شيء يشغل فكرها أصلاً، ما في شيء يستدعي إشغال فكرها. ومع كل هالجمال والجلال اللي هي عايشة فيه، ومع كل هذا المال، هي طفشانة، هي تحس إنه يعني ملل والحياة ما فيها يعني سعادة كفاية. يعني شخص يشوفها يقول كيف هي مو مستمتعة بهذا النعيم، يعني في هالأشياء الجميلة اللي عندها، كل شيء عندها، كيف ما هي قادرة تستمتع؟ حين يظهر لديك هذا الشخص فهناك رسالة تقول لك أنا أحتاج الفرح، وقد تكون أنت هذا الشخص. طيب، هل تعرف هذاك الشخص اللي يعني على قده، يعني نقدر نقول عنه فقير، مستوى المادي ضعيف وطاير من الفرح، مبسوط مبسوط، يعني الحياة عنده وناسة، ويعني مستمتع مستمتع،
يعني ما في شيء يعني مادي تقدر تقول انه والله مبسوط عشان كذا او والله مبسوط عشان شيء معين. لا يعني يشوف الحياة بوناسة، يعني يسولف لك هو منبسط، يؤدي أشياء بسيطة وهو مبسوط، ولا يفكر، ما عنده أنه المال هي أزمة أو قضية. يعني كأنه نقدر نقول اختار الفقر. وأنتم تعرفون اللي حضر كارما الثراء يعرف أنه الثراء اختيار، وأنه أيضا هناك فقراء يختارون الفقر، وهؤلاء على درجة عالية من الوعي، لكن هم اختاروا هذا الشيء. ما دامت هذه الحياة مسموح فيها أن يختار، فهو اختار الفقر. فلما يظهر شخص فقير وعنده هذا الشعور الجميل الإيجابي، هذه رسالة تقول لك أنا أحتاج الفرح. على مستوى المواقف في حياتك، أحيانا أنت تشتغل على هدف، والهدف يعني يمكن يمشي شوية بعدين يوقف. يعني مثلا ممكن تدخل الجامعة، تدرس في الجامعة، بعدين يصير لك شيء، تتكركب الأمور، بعدين يطردونك أو يحصل لك غيابات متكررة، المهم صارت ظروف، بعدين تبدأ الجامعة مرة ثانية وتصير ظروف مرة ثانية بعدين، وهكذا. فأنت تمشي في الهدف ما يكتمل، يتوقف أو يغلق عليك الهدف. أو مثلا تقول يلا أنا أبغى أتوظف، فتحاول تمشي في موضوع يقول لك أوكي مشيت، الآن سوينا لك مقابلة، الآن مقابلتك مع المدير، يا سلام، الآن أنت والله شخص جيد، بنسوي لك، ثم يتوقف. فتحس إنه كأنك أنت تطرق الباب، تطرق الباب، تطرق الباب، تطرق الباب، والباب ما ينفتح. الباب اللي أنت تبغاه ما ينفتح. فلما يحصل مثل هذا الموقف، فهذه رسالة أنا أحتاج الفرح. أيضا من المواقف لما يتكركب شيء تم تجهيزه بعناية، تم تجهيزه بعناية. يعني مثلا خلنا نقول اثنين بيتزوجون وجهزوا حتى بطاقات الفرح والحفل وكل شيء، وفستانها العروسة جاهز، كل شيء مجهز، فجأة يصير شيء كذا قبل الزواج يتكركب. أو أنت مجهز، أحيانا ممكن هذا شيء موضوع مرة كبير أو على مستوى يعني العائلة، ممكن أحيانا على مستوى الفرد بشكل بسيط وصغير. يعني مثلا أنت يعني مخطط من أسبوع انه في ذاك اليوم انت بتروح وتاخذ لك جلسة مساج، وبعدين بتروح تتقهوى في المكان الفلاني وكذا، بعدين فجأة يتكركب الموضوع. لما يحصل مثل هذا الموقف، فهذه رسالة تقول انا احتاج الفرح. احيانا تكون الرسائل على شكل شعور، مش اشخاص قادمين وليست احداث تحصل. مثل هذه المشاعر نكمل ولا مليته؟ شوف كم باقي من هذا المحور. نكمل ولا مليته؟ معلق البث؟ معلق معلق البث؟ اوكي عندي البث. اوكي نكمل ولا مليته؟ ناخذ قست نكمل. يلا يلا. شعر انه انت طرقت الباب وفتح الباب، او نجحت من الجامعة، او جالك طفل، او تزوجت، او حصلت على شهادة الدكتوراه، او كان عندك هدف مشروع فتحت هذا المشروع. المهم انه كان عندك هدف وتحقق. لكن وين المفاجأة؟ انه بعد ما تحقق هذا الهدف ما حسيت بشيء، ما انبسطت، ما جالك سعادة، بهجة، سرور، يعني ما حسيت بشيء. فهذه رسالة تقول لك أنا أحتاج الفرح. أحيانا برضو كثير من المشاعر اللي هو الشخص لما يعلق في مرحلة الحزن، يعلق في مرحلة الحزن ويعني يطولها زي ما نقول. والسبب اللي يطولها انه بداخل الحزن يجد الإنسانية، يجد شيء من الجمال،
يبدون يقدمون شعر ونثر الحزينين، يبدأون يستخرجون هذه القيم من بوابة الحزن، ويعيشون، قد يعيشون سنين طويلة في الحزن. الحزن اللي يتورط فيه في الغالب يطول فيه، يبدأون يستلهمون هذه المعاني اللي تصنف أنها معاني عميقة عند البشرية. في مثل هذه الحالة، لما تعلق في حالة الحزن، لما تتورط في هذا الشعور، فهذه رسالة تقول لك أنا أحتاج الفرح. أحيانا خلاف كل هذه اللي هي رسالة أنا أحتاج الفرح، لما يظهر شخص على مستوى الفرح، وهم أشخاص نقدر نقول عنهم أنهم نادرين، لأنه كل ما تقدم الوعي بالإنسان، كل ما كان، أو خلنا نقول أعداد أقل، كل ما كان الشخص أكثر وعيا، كل ما صار في قلة في العدد الأشخاص الأكثر وعيا. لذلك لو قابلت شخص أو عرفت شخص واستطعت أنك تتأثر منه، شخص على مستوى الفرح، فهذه رسالة تدعوك لتوسيع الخيارات. هذه خلصت رسائل الفرح، رسالة لتوسيع الخيارات. يعني أنت لما تقابل الشخص الفرحان، لما تقابل الشخص الفرحان، طبعا مو أي واحد يقدر يعرف الشخص الفرحان، لأن الشخص الفرحان مو شرط أنه قاعد يرقص ويضحك ويسوي يعني حركات تبين سلوكيا بالمظهر أنها يعني وناسة وكذا. فأنت لما تقابل الشخص هذا اللي على مستوى، اللي على وعي الفرح، اللي على مستوى الفرح، فهذا يعني أنه أنت من المهم أن ترى خيارات أنت مو قادر تشوفها في حياتك. هذا شيء مهم خطير. طيب كيف نقفز من الوعي النازل إلى الفرح؟ مو خطر؟ مو إحنا ما قدمنا الفرح إلا بعد ما قدمنا كم عندنا من كورس تنظيف؟ أكثر كورساتي كلها تنظيف. احنا كم صارنا سنتين نقدم كلها كورسات تنظيف 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 تنظيف، فعندي أنا مجموعة ما عاد يبغون تنظيف، فعشان كده أنا قدمت لهم كورس الفرح. طيب مين مستعد؟ عنده سؤال واضح وعنده إنترنت جيد، مين مستعد؟ الفرح هو الوصول للسكينة والطمأنينة والسلام. مو شرط، الفرح مش السلام، السلام شيء والفرح شيء، السلام شيء والفرح شيء، الفرح شيء والجمال شيء، الفرح شيء والجمال شيء. الجمال قيمة وقيم روح، والفرح بس مو شرط. هذا مرحلة وعي وهذه مرحلة وعي. ها مين مستعد؟ انترنت قوي وممتاز وجاهز، سؤال مركز وواضح. مين مين مين؟ أروى أروى انفال تقول ودي ادق بس بقول لك انت ملهمه واتعبتي من بعدك. هذه وش تعبتي من بعدك؟ ان شاء الله اني ما اتعب احد. اروى 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 تسمعيني؟ تسمعيني؟ ايه اسمعك حبيبتي، تفضلي. سؤالي الأول أنه أنا كنت ملكة قبل 3 سنين، وأنا كنت وقتها، أنا الحين تخرجت، بس أنا كنت وقتها طالبة علم نفس،
فالشخص اللي جاني كان عنده اضطراب نفسي، فبعد 3 سنين أفكر الرسالة من الشيء اللي صار لي يعني. بس قعدت تقريبا 6 شهور وانفصلت. سؤالي الثاني، إيش هي الرسالة من تسلط الأهل، يعني تسلط الأب والأخ؟ إيش ممكن أفهم أروى خليني من بس هذا أرجع الشيء؟ للنقطة الأولى. أنت من 3 سنوات كنتي طالبة في علم النفس، وجاك شخص أو تزوجتي شخص عنده اضطراب نفسي، وقعدتي معه 6 شهور وانفصلتي، صح ولا لا؟ طيب وش السؤال؟ صحيح، وش انه ايش السؤال؟ الرسالة انه طلع لي هالشخص في حياتي، وش الرسالة؟ أوكي. وش يعني مع رسالة اني انا تسلط طالبة الأهل؟ نفس، ويعني أوكي. ايوه، ويعني الغريب في الموضوع اني انا يعني دارسة كل الاضطرابات النفسية، وجاني شخص عنده اضطراب نفسي، أوكي. فيعني هذا الشيء. أروى حبيبتي، هل أخذتي أي كورسات عندي؟ لا، أوكي طيب، شرفتيني يا أروى، أبى أجاوبك. شكرا. شكرا لاتصالك. طيب، أول شيء يا أروى، قبل ما أبدأ في موضوعك، التنفس عندك جدا مضطرب، يعني الفوضى، المشاعر اللي تعيشين فيها، بحاول أبحث عن كلمة جدا لطيفة، فوضى المشاعر اللي تعيشين فيها غير جيدة، غير صالحة. يعني طبعا أنا ما أقدر أقول لك الحين تعالي نظفي مشاعرك، لأن ما عندي ولا كورس مفتوح. كنت أتمنى إنه كان عندي كورس التنفس مفتوح إنك تحضرينه. ابحثي بأسرع طريقة عن أحد يقدم كورس التنفس أو كورسات التنظيف، واحضري هذا الكورس. أنا أعتقد أن هذا الموضوع في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. الشيء الثاني يا أروى، إحنا نقول أنه الأزواج هم انعكاسات، هم مرايا لبعض. فلما يظهر عندك شخص فيه اضطراب، يعني هذا جزء من الانعكاس اللي بداخلك. لكن هل نقول هل هذا الانعكاس يعني انه انت عندك اضطراب نفسي؟ مش بالضروره. هل يعني انه انت تردداتك مليانه بهذا الاضطراب؟ قد يكون، باعتبار انك انت تدرسين هذه الاشياء وتتواجدين. لكن ايضا انا اقول دائما انه الانسان يقدر يحمي نفسه، يقدر يعني دائما يشوف الجانب الجيد من الحياه. كونك ان انت ما اعطيتينا تفاصيل يعني كيف انفصلتي وكيف تخلصتي من الموضوع، ولا أعرف هل تسلط الأهل كان بادي قبل الزواج ولا كان بس بعد الزواج، فهذا بالنسبة لنا مؤشر غير جيد، معناها إحنا كأننا أخذنا شيء معين أو كارما معينة من هذا الزواج وبعدين تورطنا فيها عند الأهل. أما إذا كانت بادية قبل فهي أهون، فهي أنت يعني الزواج ما له دخل في الموضوع. اللي أنا أقترحه يا أروى، لا تقدمين على أي زواج، لا تقدمين على أي علاقة عاطفية، ستوب، هذا الباب وقفيه تماما. عندك أشياء كثيرة يبغالها حل، أشياء كثيرة يبغالها تعديل وتنظيف. لما في حال تقدم لك شخص في المرة القادمة، اكتبي كل مواصفات هذا الشخص. استني لا تقبلين فيه، اكتبي مواصفات هذا الشخص كلها، وفكري إيش النقاط اللي عندي موجودة بداخلي وممكن إني أحلها وأعدلها. إيش اللي موجودة بداخل، النقاط اللي موجودة عند هذا الشخص موجودة بداخلي، وكيف أنا أحلها وكيف أنا أتجاوزها. شيء يعني برضه ما سألتك أو ما عرفت منك، إيش كان دورك تجاه هذه العلاقة؟ يعني هل كان دورك مثلاً إنه اكتشفتي الموضوع وهجيتي، كأنك حسيتي إنه أوه أنا تورطت وانضحك علي وهجيتي، أو مثلاً قلتي لا والله أنا بساعد، أبحسن، أبذل جهدي، لأنه أنتي خبيرة، فمستويات الحياة تقدم المكافآت والآلام بحسب أنت ما لديك من طاقة. انتبهوا لهذه النقطة. لذلك كثير من الأشخاص يقومون يتخيلون أنهم ممكن يصلون لمستوى وعي معين أو طاقة معينة، وبعدين يختبرون بشيء واحد ويسقطون.
من الصعب جدا انك تحصل على او تكون تبغى انت تبغى مثلا خلينا نقول بنت تبغى شريك حياة 5 ستارز، تبغى تكون ثرية ومليونيرة، تبغى تكون بس تجيها على قولتهم شيء ألم بسيط تنهار. والموضوع يجي يعني جملة وتفصيل يعني مع بعض يجي كذا، أنه أنت لازم تكون تحل، تقدر يعني تقدر تأخذ في الحياة وتقدر تحل على نفس المستوى على نفس القوة. فهذه زاوية مهمة بالنسبة لك، أنه أنت اختبرتي في شيء أنت تعرفينه وكيف تتصرفين في هالزاوية، كيف تتفاعلين يعني أنت هذا مجالك، ليش ما حليتي المشكلة مثلا، ليش هربتي أو طلقتي. رسالة تسلط الأهل، سؤالك جدا ممتاز يا أروى، وقد يساعد كثير من الأشخاص اللي حولهم أشخاص متسلطين، سواء كان رجل متسلط على زوجته أو زوجة متسلطة على زوجها، سواء كانوا أهل متسلطين على ولدهم أو أهل متسلطين على بنتهم، سواء أحياناً كان مدير متسلط على الموظفين. رسالة التسلط هي رسالة الخوف، أنه أنت الصندوق كثير ضاق عليك، يعني أنت خواف والصندوق مرة ضيق عليك. لذلك في هذه المرحلة اللي هي مرحلة الشعور اللي أنت حسيتي فيه، أنه أنت تشعرين أنه أهلي متسلطين، أنا فهمت الآن أنهم متسلطين. خليني أقول أروى تشعر أن أهلها متسلطين، في واحدة ثانية عندها أهل يسوون نفس ما يسوون أهل أروى، بس هي ما تشعر أنهم متسلطين، فهي موجودة صندوق معين لكن هي منسجمة مع هذا الصندوق، وهذا جيد. لكن وضع أروى هو اللي مش جيد، الشعور أنه واو أنا في أحد متسلط علي، أيا كانت الأطراف المتسلطة والمتسلط عليه، فشعور أنه واو أنا أحد متسلط عليه، فالصندوق صار ضيق. أول كان الصندوق موجود بس واسع، كانوا متسلطين بس أنا ما أداري أنهم متسلطين، الآن أنا خلاص يمكن الشخص يصل درجة أنه هو يبغى يدافع عن نفسه، يبغى يعترض، يبغى يتكلم، يبغى يمكن يصل حالة الغضب. وهذا غالبا اللي يطلع الناس من صندوق الخوف، أنه الغضب هو غالبا المشاعر الطبيعية المتدرجة، أنه الإنسان يكون في الخوف بعدين يعني يضرب خلاص، يقول ستوب ويعصب ويعترض ويحتج. يمكن موظف مثلا في وظيفة وعنده مدير يعني متسلط عليه، وهو يقول حاضر إن شاء الله وابشر، وما بعدين يوصل مرحلة بعدين يقول خلاص يا أخي ما عاد نتحمل، ترى أنت ظلمتنا، ترى أنت كذا، فيصل مرحلة الغضب. فاللي أنا أقترح، أنا ما ودي أنه أنت تصلين لمرحلة الغضب، خصوصا أنهم أهلك يعني، وأنا ما يعني تعرفوا أنا دائما يعني دائما أحب أفضل فكرة أنه الإنسان يوجد حلول قبل ما يوصل لها المرحلة. اللي أقترحه يا أروى أنه أنت فعلا تحتاجين تنظيف، فعلا تحتاجين تدخل سريع، فعلا تحتاجين ترتيب لكل الفوضى المشاعرية اللي عندك. طيب مين جاهز؟ انترنت كويس؟ مستعد؟ سؤال مركز وواضح؟ Love Angels. استعد منذ زمن وبقوة. إيه لازم الحساب أظن لازم يكون مفتوح، نعم عشان أقدر لاف سوري سامحيني، ما عندك نت كويس، مو راضي
واو إيما، يمكن إيمان تقول لكم مستعدة وكاتبة سؤالي من ساعتين. الله أكبر، هللويا. يلا إيمان، إيمان يا أيوة حبيبتي، أهلا وسهلا حبيبتي. والله سؤالي، أنا بعد ما اشتركت بآفة الوعي الطفولي اكتشفت إن بكل المراحل ما عشتها كما يعني كما يعني يعني ما كما ينبغي. أيوة بالضبط. أوكي. عندي غضب، عدم ثقة، خمول، واكتشفت يعني بعد ما سمعت المرحلة الخامسة انه هذا السبب اللي يعني امشي موضوع فجأة بعد اسبوعين مستمرة واوكي بعدين خلاص ابطل منه. سؤالي، بأي مرحلة ابدأ عشان يعني أوصل النقلة يعني تفيدن وتفيد بعد يعني بعد عيال. أيوة. والسؤال الثاني، السيناريو إنه يعني سيناريو عالق بالطفولة، يعني يوم كنت أنا صغيرة أذكر إن شخص قال لي قولي هذا الكلام لشخص ثاني، بعد ما قلته انضربت، يعني ليش قلتيه؟ هذا يعتبر سيناريو من سيناريو المرحلة الخامسة. انضربتي على الكلام. أيوة، يعني ليش وصلتيه؟ مع إنه قال أيوة، يعني قال لي روحي قولي، وبعد ما قلته لا ليش تقولينه؟ كم كان عمرك؟ يعني بالضبط ما أدري، بس كنت صغيرة، يمكن 7-8 سنوات أو أقل ممكن. أوكي. طيب. بس ودكتورة بالنسبة لدورة الفرح بعد ما إن شاء الله أنظف بعد الوعي الطفولي ينفع أخذه ولا لا؟ وشكرا شكرا شكرا حبيبتي إيمان، شرفتيني. اسمعين جوابي إن شاء الله. سارة الودعاني معانا؟ ما شفتها، ما انتبهت. حبيبتي سارة، إذا دخلت شرفتيني شرفتيني. طيب إيمان، يعني شوية أكثر أسئلتها عن الوعي الطفولي، مع أني ما أبغى يكون دائما الإنستغرام لايف يعني للجميع، بس بما أني أخذت الاتصال أبغى أجاوبها. أول شيء، موضوع من أي مرحلة أبدأ؟ اللي يحدد الاختبار يا إيمان، اللي يحدد هو الاختبار، هو الفاصل، هو الفاصل الحاسم في الموضوع. أنت بتسوين الاختبار وبتجمعين الدرجات، والدرجة الأعلى هي المرحلة الأسوأ، الدرجة الأعلى هي هناك صنعت الصدمة. فأنا أقترح عليك أنه ترجعين تتأكدين من الأسئلة، تتأكدين من الأرقام، وتحطينها يعني تعرفين وين من وين تبدين فيه، وابدأي بالصدمة، بس ابدأي بمشكلة واحدة. وهذا السيناريو اللي هو قولي الكلام اللي في المرحلة الخامسة، بس تأكدي إنه هل المشكلة على نقل، فكرة النقل، ولا طبيعة الكلام؟ يعني يمكن نقلت كلام إنه فلان قال لفلان جيبوا شاهي، إنه نقل الكلام، أو إنه الكلام مش جيد، مش لائق، أو مش في فرق بينهم. يعني يمكن في شيء مرتبط بموضوع تنفيذ الأوامر، إنه أنت لازم تنفذين شيء، أو شيء مرتبط بموضوع العار، في فرق بينهم. بس قد ما يكون مهم، قد يكون الصدمة في مرحلة ثانية فيكون هو ولا شيء. يعني هل إذا خلصتي الوعي الطفولي والتنظيفات تدخلين الفرح؟ إيه ممكن. طيب ناخذ سؤال، معنا وقت. شخص مستعد؟ أسئلة مركزة واضحة؟ مين مستعد؟
أسمى تقول سؤالي جدا واضح ومفيد بإذن الله للجميع. تفضلي يا أسمى خلينا نشوف. أسمى حبيبتي حبيبتي سمعيني؟ لو سهلة شرفتيني. يا أهلا فيك، شرف لي حبيبتي. أول شيء أنا ممتنة ممتنة جدا جدا لك دكتورة سمية، أنت غيرتي فيني كثير. أنا أخذت الموسيقى التحولية، كارما الثراء، السوادي توكس، يعني كثير من دوراتك أخذتها والفضل لله. واو. ثم أنت يا حبيبتي. طيب. الحمد لله. طيب أول سؤال، أنا أشوف أربعة أربعة كثير وخمسة خمسة خمسة. طيب هذا أول سؤال. السؤال الثاني اللي هو احتمالي الأفضل في الإدارة قانون واستثمار. صادف أن أنا قبلت ماستر في الإدارة وكمان أيضا في تخصص القانون كلهم مع بعض، فسؤالي هل أكمل يعني أروح للماستر هذا رغم أنه في أمريكا وبرا وقد يكون في بعض العقبات. قبلتي في القانون؟ قلتي؟ إيه، إدارة أعمال حرة وقانون، تخصصين مع بعض. أها مرة أنا مرتبكة. تمشين في الموضوع. طيب، لأن ممكن يكون في بعض العقبات بحكم أنه برا في أمريكا، رغم أن أنا درست برا في أمريكا، لكن يعني ما أدري، عقبات مالية وقد تكون أيضا عقبات في العائلة نوعا ما، لكن أنا أقدر بإذن الله لأني سويتها أول وأقدر أسويها ثاني مرة بإذن الله أني أروح وأدرس أكمل ماستر، لأن البكالوريوس أيضا أخذتها من أمريكا وتخرجت الحمد لله. كم صار لك وقت قاعدة تحاولين تصنعين القرار؟ القرار اتخذته الحمد لله وراح أبدأ في جانيوري السنة الجاية بإذن الله، لكن اللي حصل الأول مرة أن المفترض كان أبدأ في أوغست لكن تأجلت باختيار مني، ولأجل يعني مشاكل عائلية منها التسلط. أنا تو سمعت إجابتك عن التسلط، لكن التسلط مو من أهلي، أهلي من جدي على أبوي بمعنى أصح، يعني إذا أعطيها بطريقة صريحة جدا أنه يعني ليش بناتك كذا وهكذا، يعني من الأشياء اللي أنا ما أقبلها. فما أدري هل هذه كارما أيضا تأثر علي أنا لازم أنتبه منها، أو هي فقط على أبوي أنا. أوكي لكن أقدر بإذن الله أكمل. أيوه، فسؤالي هل أكمل الماستر رغم أنه يعني يوافق احتمالي الأفضل، أو أني أشوف لي يعني عمل في الإدارة أو الإدارة الحرة. أوكي وبس، شكرا لك حبيبتي. حبيبتي شرفتيني. شكرا. مع السلامة. طيب، أول شيء بالنسبة للأسماء، طلع عندها رقم، تكرر عندها رقم 44. طبعاً إذا شفنا تفسيرات الأرقام، كثير من الأشخاص يعني في عالم الأرقام عندهم آراء والشهادات في عالم الأرقام، يعني كل شخص عنده زاوية يشوف منها، كل شخص عنده رؤية يشوف منها. وأنا في دورة الرسائل الكونية تكلمت، كان عندنا محور كامل عن موضوع الأرقام، والأرقام يحتاج أحياناً أن نعرف علاقة الشخص بالرقم. يعني أحياناً يكون الشخص مثلاً، خلنا نقول انسجن لمدة 3 سنوات في عنبر كان رقمه 88، فيظهر له 88 في الحياة مرة أخرى، ففي علاقة، في شيء يعني، في إشارة وفي رسالة مرتبطة بقصة السجن. مثلا مريض قعد في غرفة كان رقمها 16 وقضى أشهر طويلة في المستشفى، فهذه لها معاني. فمو دائما التفسيرات تكون واحدة لكل الناس، يعني يمكن شخص يشوف رقم واحد، أو شخص يشوف 11 و11، والثاني يشوف 11 و11، بس كل واحد لها معنى، أو كل شخص لها معنى في حياته. فإذا إحنا افترضنا أنه أنت يا أسماء ما عندك أي علاقة مع هذا الرقم، ولا سبق أنك يعني
يعني صادفك هذا الرقم والفكرة جديدة بالنسبة لك، فهذه هي رسالة تقول لك توازني. هذه رسالة التوازن تقول لك توازني، لما تتكرر فهي تأكد الرسالة. فهنا في عندنا رسالة في التوازن. أما الخمسات فهي رسالة في وجودك في منتصف شيء، أو كأنك متوقفة في فكرة شيء، أو عشان كده أنا سألتك هل أنت متأخرة في اتخاذ القرار، فقلتي أنا دفيت القرار شوية. إذا كانت هذه الأشياء ما ظهرت إلا موضوع القرار والدراسة، قد يكون لها علاقة، أو قد يكون لها علاقة بشيء ثاني، يمكن عندك مشروع آخر قاعد تشتغلين عليه، يمكن عندك قصة مع أهلك زي ما قلتي، يمكن عندك قصة مع شريك حياة، ما ندري وش القصص اللي في حياتك أو وش الدوائر اللي قاعد تشتغلين عليها. لكن خلينا نفترض مثلاً أنه الأرقام هذه لها علاقة بالقصة اللي أنت فيها، فمعناها كأنه أنت يعني أنت واقفة في النص، وقوفك غلط في النص، لازم أنت يا تلهين الموضوع يا تمشي في الموضوع، والأربع تقول لك توازني في هذا الموضوع. بالنسبة ناخذ الشطر الثاني بشكل مستقل، أنه أنت تقولين أنا يعني طلع احتمالي الأفضل إدارة أعمال وقانون، وانقبلت وصارت في بعض العقبات، يعني أجلت الموضوع أكثر من مرة، هل أنت تكملين أو ما تكملين؟ ما في أحد يعرف ظروفك مثلك أنت، يعني ما في أحد يعرف درجة تحملك للألم، درجة تحملك للألم ما في أحد يعرف. يعني خلينا نفترض فرضاً أني أنا سمية، مش أنت يا أسماء، هذه مش نصيحة أنا أقدمها لك، أنا أقول لك كيف تفكرين في الموضوع. أنا سمية أفترض أنه مثلاً عندي أشخاص من العائلة يقولي لا تروحين الأمريكا ولا تدرسين هناك أو لا تشتغلين، وهذول الأشخاص حولي من العائلة وقريبين ومهمين، ويقولي إن هم بيزعلون أو بيعترضون أو بيتسلطون. أنا بالنسبة لي بروح بالنسبة لي سمية، أنا بروح هذا الشخص اللي يقول لي لا أياً كان ما راح أسمع الموضوع، أياً كان الشخص ما راح أسمع، بروح بحقق هدفي وبمشي. بس هل أنا أتحمل؟ نعم أنا أتحمل. هل أنا أقدر أن أعيش في أمريكا ونفسيتي جيدة؟ إيه أقدر. هل أنا أقدر يعني يكون شعوري جيد، أقدر أتواصل معهم وأكون سعيدة ومبسوطة ما عندي أي أزمة معهم؟ أقدر. هل أنا أقدر أحبهم وهم معترضين علي وزعلانين؟ أقدر. أقدر أتقبلهم؟ أقدر أتقبلهم. أقدر أهديهم أحب، كل هذا بالنسبة لي بسيط. السؤال أنت هل تقدرين تسوين هذا الشيء؟ هل تقدرين أنك أنت تتحملين الألم اللي يلحقك؟ هل أنت عندك الشعور الجسدي والنفسي الجيد أنه في أحد يعترض عليك وأنك تمشين في الطريق؟ هذا سؤال مهم لازم تسألين نفسك. هل تحسين بتأنيب الضمير؟ هل تحسين بتأنيب يعني ترفع السماعة أمك عليك تقولك أنا داعي عليك، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وش موقفك؟ وش موقفك يا أسمى؟ تتحملين ولا ما راح تتحملين؟ فهنا أنت الشخص الوحيد اللي يقدر يجاوب على هذا السؤال. أنت يعني افترضي، خلينا نقول الآن الأزمة وين كانت؟ الأزمة كانت خلينا نقول مع الجد. خلينا نفترض أنه جدك قال لك شوفي أنا أدعي عليك ليل ونهار، والله لا يوفقك، وش شعورك؟ هل تحسين أنه يعني في غضب ينزل عليك من الله؟ هل تحسين بتأنيب ضمير؟ أنت الشخص الوحيد اللي يقدر يجاوب على هذا السؤال. إذا ما تحسين بشيء تقدرين تمشي. إذا تحسين أنه لا أنت أشخاص هذولا بالنسبة لك مهمين، مؤثرين، متصلين طاقياً معك، دعائهم إذا دعوا عليك بيوصل الدعاء، هذا أنت الشخص الوحيد اللي تقدرين تقول لا خلاص طب أنا ليش أخوض هذه المعركة وليش أتورط بهذه الأشياء؟ سؤالك موضوع هل هي كارما؟ هل الموضوع كل المشاعر اللي تصلنا من الأجيال هي كارما؟ وسبق أني شرحتها لكم أنه إحنا في سلسلة، إحنا كأننا في سلسلة، ها سلسلة مستمرة، سواء هي سلسلة ثراء، سلسلة فقر، سلسلة حزن، سلسلة غضب، يعني أحياناً ينتسب الشخص لدين أو لمذهب أو لأحياناً عائلة ثرية أو لعائلة عندها قيمة معينة في المجتمع، فيعني ينسب لدين يكون حزين أو مذهب. مذهب يلزم بالحزن، يلزم بحالة حزن. وهكذا تستمر السلسلة، تستمر هذه الكارما تنتقل.
السؤال هل احنا نقدر نغيرها؟ دائما احنا نقدر نغيرها، دائما احنا نقدر نفصل هذه السلسلة ونوقفها، نقدر دائما نفصل هذه السلسلة ونوقفها. احنا دائما لنا الحق ان نختار حياتنا، احنا دائما لنا الحق ان نحسن حياتنا، احنا دائما لنا الحق ان نحسن كارمتنا، ان نخلي كارمتنا افضل من اجدادنا. مين يقدر يسويها؟ هنا السؤال، مين الشخص القوي الشجاع اللي يريد الحياة المحترمة ويختار الحياة المحترمة ويقرر أن يقطع الكارما؟ هل معنا وقت ناخذ سؤال؟ ما معنا وقت؟ أفنان تقول بس بنصير منبوذين ووحيدين. ما فهمت قصدك، منبوذين لما تقطعين الكارما؟ مستحيل مستحيل، ما في أحد يقطع الكارما ويصير منبوذ، مستحيل. أنت تقدمين يعني خير، تقدمين خير، يعني كان شيطان 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 قطعت الشر، أنت تكونين منبوذة ووحيدة؟ مين قال لك هذا؟ مستحيل تكونين منبوذة ووحيدة، مستحيل، سيأتيك الخير والحب من كل مكان، مستحيل. حتى الأشخاص اللي تعتقدين أنهم راح يزعلون أنك قطعت الكارما هم أول الأشخاص اللي راح يحبونك وراح يرسلون لك الخير، بس يمكن أول مرة ثاني مرة يعني يحتاجون وقت، بس تأكدي أنه دائما يعني أنا هذا اللي أؤمن فيها، أنه هذا دورنا، أن إحنا نحسن كارمتنا ونعدلها، إحنا مش ضد أحد، إحنا مش ضد أحد، بس لما تفكرين أوه أنا ضد هذه السلسلة عشان كذا أنا بكسر السلسلة، أوكي هنا ممكن يصير في أعداء، تصيرين وحيدة، تصيرين منبوذة. نعم، رسالة السرقة، رسالة السرقة هي رسالة مرتبطة بالثراء، هي رسالة مرتبطة بالثراء، يعني صلح، عدل، بدل، عندك مشكلة في المال، عندك مشكلة، إذا سرقت أموالك عندك مشكلة في المال، لازم تنتبه، وين الأشياء اللي ما دفعتها، وين الأشياء اللي دفعتها أكثر مما ينبغي، إيش الأشياء اللي دفعتها بدون توازن، إيش الناس اللي ما أعطيتهم حقوقهم، إيش الناس اللي قصرت في حقوقهم، إيش الناس اللي ألزمتهم بواجبات ليست واجباتهم، وهكذا. يعني انتبه أنت وين 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 الخرم، وين الخرم عندك في موضوع المال، وين الاستغلال. أحيانا أنت تكون مستغل للناس، يعني مثلا أنت تستغل شخص، تستغل أشياء، تستغل ناس، تستغل تكون شخص مستغل، فتجي المقابل أنه تنسرق. إن شاء الله تكونون استمتعتوا اليوم وانبسطتوا، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من البث. شكراً لكل القلوب، وشكراً لكل الكلام الجميل، وشكراً لكل اللايكات. تصبحون على حب.